أهلا مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سيدتي، حنكون فيها معكم لمدة ساعتين ومواضيع متنوعة وممتعة. بداية اسمحوا لي أرحب بزميلاتي في الاستوديو رؤى وعبير. أهلا بنات. أهلا، هي رؤى أنا عبير. رؤى عبير، عبير رؤى، أنتوا اثنين عينين في راس. طبعا أهلا بك يا غزال، وأهلا يا عبير، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة. طبعا أكيد يشوفوا معنا الكثير من الفقرات المتنوعة. طبعا نفتتح بالهرجة. أكيد. لا لو سمحتي، تفضلي. الهرجة دي ضروري انا افتحها، لانه انا اكثر وحدة بتعاني من انا في الطريق. نشوف التقرير ونرجع نكمل بقية الهرجة. تفضلي. حياتنا مليانة بالأكاذيب، منها البيضة الخفيفة اللي غالباً الهدف منها امتصاص الغضب، واللي تلقى نفسك من الضروري عشان تنقذ الموقف إنه لازم تقولها. على سبيل المثال أنا بالطريق، أعتقد ما في شخص في العالم ما عملها. هي بالعادة يستخدمونها عشان التأخير والإخلاف بالموعد المتفق عليه، فيجيك أخونا في الله ويصرف لك واحدة من أنا بالطريق، والمطلوب منك الصبر لين ما الله يفرجها وفعلا يوصل. وممكن هالكذبة تتبعها كذبات متسلسلة بدون ما يحس الشخص، مثل أنا خلاص عند الإشارة، تقدر تنتظرني عند الباب، وأنا وصل. وكل هذا مو صحيح، لأن أخونا في الله باقي في المكتب أو إنه نايم في البيت. أتمنى أنه يعني يكون الكل استفاد وأخذ العظة والعبرة من هذا التقرير. يعني في بعض جماعة لابسين نظارة ولابسين كارديج البينك كده، دائما عندها فكرة فينك يا فلانة أنا في الطريق، وهي أصلا ممكن تكون في البيت وما طلعت من البيت. ليش عندنا فكرة أنا في الطريق دي؟ إيش هي؟ تعتبر نوع من أنواع الكذب ولا هي كتصبيرة؟ لا أنا ما أكذب. ها أنا عارفه نفسها، انت ما ذكرتيها. انا ما اكذب يعني بشكل عام، يعني الناس اللي زي كذا ما بيكذبوا، يغششوا الحقائق، لكن ما يكذبوا، ما في كذب. يغششوا الحقائق. ايوه، يعني انا اعرف ان اسمها تضليل الحقائق. ايوه، بتضلل، بتغشش، نفس المعنى. يعني في الاخير انت يعني. طب اوكي، ليش ما عندك التزام انه انت لما تقولي لاحد من جد انه انت في الطريق فعلا تكوني انت في الطريق؟ طب انت عامله حساب انه انت من جد لو طلعتي وكنتي في الطريق المشوار يعني كيف الزحمه، كيف المرور، كيف الدنيا دي كلها؟ يعني مثلا اعتقد انه الناس اللي زي كذا، اعتقد يعني مثلا تقولي تعالي الساعه 7، طيب تخرج من بيتها 7. ايه، انا اعتقد انه الناس اللي هي بتحكي عنها انتوا قاعدين بتتضاربوا، كل واحدة عندها نفس المشكلة. انا عندي حل لكم انتوا الاثنين. اللي هو انا بالنسبة لي ما احب التزم مع احد بوقت. شكرا. ابدا، ولا بوقت ولا بمكان. انا اروح براحتي، اطلع براحتي. طيب، واذا حسيت اني انا متأخرة عن موعد، ان كيس يعني كان في عشاء متأخرة عن موعد، ما ارد على التليفون ولا اني اقول انا في الطريق وانا اكون لسه بعمل ميك اب. لا، ما هو الموضوع اتطور. لا، انت اوريدي خلاص وصلت الليفل عالي، عرفتي؟ هو اوريدي الموضوع عند عبير اتطور. يعني عبير حتى من اول كانت مثلا تقول يلا انا في الطريق، يلا يلا انا خارج، انا في السياره، انا في اللفه، وهي فين؟ وهي في البيت اصلا، ممكن تكون لسه يعني ما لبست. أيوه. كل ساعه تروش واخرج. يلا وعديها، وهذه اخر مره. فاوريدي لا، اوريدي وصلت لمرحله انه هي اصلا ما صارت ترد. وانا وصلت لمرحله انه انا اقول لا عبير، ترى مثلا اليوم في عزيمه ولا في حفله ولا وات ايفر، انه ابغاها مثلا تيجي او نطلع يكون عندنا موعد. ما صرت اصلا اتصل. لا حرام، صارت تقولي، صارت إيه؟ مثلا تقولي انه الساعه 5 لازم نكون هناك عشان الساعه 4 3 مثلا اكون جاهزه. هنا معها حق، عرفتي؟ أيه؟ هي تعرف تتلاعب في ساعة. أيه؟ الزمنيه. اي، بس لما الواحد يكون نبيه وذكي ويعرف انه هذا الموعد مضروب. لما صرت انا كذا مره اقفطها خلاص. أيه؟ انت اللي بتكذبي. والله مالك حل يا عبير. انا هنتضارب. انت اللي اضطريتيني ان انا اكذب يا عبير. مالك حل. شوفي، هو يعني هي توقع صارت تعرف غزل انه انا لا، يمكن من خوفي من الوقت. يعني انا عندي مشكله، يعني يمكن من خوفي من الوقت ما صرت احترم. كرونوفوبيا؟ مش كرونوفوبيا يعني كده، يعني بس انه
لا بس يعني فعليا انا يعني ممكن ما عندي التزام، ما اقول لك احترام للوقت، ما عندي التزام بالوقت، لانه اعرف انه وي اونلي ليف وانس، خلاص يعني عرفتي. بعدين انا يعني سواء ابغى اخرج دحين، ابغى اخرج بعد شوي، خلاص انا اخرج بعد شوي، انا ما ابغى اخرج دحين. هي الفكره مو كذا، لا مو كذا، عارف اوكي مثلا اذا هي جايه، او مثلا احنا رايحين عند ناس في بيوتهم، بعدها انت مثلا لازم تحترمي موعد انك انت مثلا تروحي عند احد في بيته، يعني ممكن مثلا صاحبه العزيمه حاطه موعد مثلا العشاء الساعه 9 او 10 في الليل، اذا انت تروحي لها متاخره انت مثلا حتاخري لها مثلا صح بقيه صح ترتيبات حفلتها. في المقابل مثلا اذا انت عندك موعد دكتور، يعني موعدك الساعة 7، انت لازم 6:30 بالكثير مع زحمة الرياض وزحمة البلد لازم تكوني طالعة من بيتك عشان توصلي اون تايم. شوفي عشان كده انا ما اروح عند الدكاترة. لا روحي طوارئ. عشان كده روحي طوارئ. لا هو عموما يعني هذا انا اتوقع انه عرف سائد عندنا انه 5 دقائق واوصل ويكون الشخص سدوب ويطالع من البيت يعني، فهذا شيء للاسف انه موجود مو بس كل الدولة كده. لا فعلا يعني موجود. انا ليا فيكي انت والله. حنحل الموضوع. ايوه خلاص بس ايش نطلع فاصل. يلا مشاهدينا فاصل ونرجع نكمل باقي فقرات برنامج سيدتي. رجعنا لكم مشاهدينا مع فقرة ثانية اليوم. قد ايه بنتعب عشان نختار هدايا، وقد ايه بنتعب برضو عشان نغلف الهدايا، لكن اليوم معنا وسمية الدرعان عشان تقدم لنا أفكار وحلول في تغليف الهدايا. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسمية. احنا شفنا في البداية كم شغلة كده، ممكن أشوف السلة اللي وراكي بس عشان تطلعيها. ليه هي مخبيتها عشان تاخذها، انا عارفه حركات غزل يا جماعه. وسميه اول شيء طبعا ارحب فيك واهلا وسهلا. اهلا وسهلا. قولي لنا كيف بداتي مشروعك هذا ومن متى، كم صار لك؟ يمكن صار لي اقل من 10 سنوات. اقل من 10 سنوات. طب كويس. لأن تخرجت من الجامعه ولا تفرغت، وكانت هالهوايه معي من الصغر. حلو. بس نتيجه يعني عدم فضاوتي واني يعني درست الجامعه اول شيء، بعدين اشتغلت. اقدر اسالك على تخصصك؟ ايوه تفضلي. تاريخ. تاريخ، درست تاريخ. اوكي طب هذا ممتاز يعني انه مره شيء مختلف تماما الهواية. ايوه تفرغت طبعا في السنوات الاولى، اول ما تخرجت من الجامعه تفرغت للشغل، تفرغت للبحث وكذا، يعني عن اشياء انا احب قواعد الاشياء. اوكي. علشان كذا انا ابحث عن اسئله داخلي. طيب ليش الحمد لله عجبت عن معظمها. تغليف الهدايا لانها هي هوايتي. يعني من متى كذا حسيت انه انت لا تحبي تحطي لمساتك على تغليف الهدايا؟ وكيف كنت مثلا بالنسبه للناس اللي حوالينك اللي قرايبك كنت مثلا تحبي تسوي لهم هي؟ كنت في الجامعة طلبوا منا طلبوا منا هدايا، فغلفت وكانت هي أول تغليف لي وأول محاولة لي. صحيح أنها مضحكة بس أنها يعني كانت البداية. كانت إنجاز. طب وسمية إيش الخامات اللي أنت بتستخدميها أو تفضلي تستخدميها وأنت بتغلفي الهدايا؟ أكثر الخامات القماش. القماش. فكرة جديدة، أنا ما شفت هدية مغلفة بقماش. هذاك قماش اللي المخمل؟ أيوه. ولا قماش نوع ثاني؟ ولا نوع ثاني يستخدم؟ في أكيد في زي التفتة، الشانتون، المخمل، دي الأشياء. التل. كلها. هذه كلها أنت تستخدميها. طيب وأكيد طبعًا الهدية نفسها بتغلفيها بالخامات دي. بس بصعوبة. اي لان اكيد ما هي سهله، مو زي الورق. ايوه. بس مثلا طب اوكي الريبون مثلا تستخدم خيوط قيطان، خيوط او شرايط، ايش الاشياء اللي ممكن انت بتسويها؟ لانه في محلات معروفه زي ما انت عارفه. أيوة. بتستخدم الاقمشه في تغليف الهدايا. صحيح. فايش اسهل لك انك تستخدمي الريبون يكون شرايط ولا قيطان ولا كذا؟ طيب هو في البداية أول ما حطيت هدية بالخامات صراحة بالقماش صراحة هي صعبة علي. صعب علي يعني المفروض أني أنجز العمل في نصف ساعة، أنا أنجزه في ساعتين أو ساعتين ونص. يأخذ وقت. أيوة. عشان القماش عشان النوع شيء جديد؟ لا لأنه صعب التعامل معه. خاصة في تغليف أي شيء.
فابتكرت الورق اني احط القماش بعدين احط الورق فوقه بعدين اغلفه. لقيتيه حل. طب برافو عليك انه انت فكرت يعني بتفكري خارج الصندوق زي ما بيقولوا وقدرتي تلاقي حل لشيء زي كذا. لان ما في شيء مستحيل. طبعا برافو عليكي، احب اهنيكي. طب خليني اسالك كمان على شيء ثاني. اول هديه انت قلتي اول شيء غلفتيه كان شيء في الجامعه، انطلب منك ايش انطلب منك تغلفي؟ انطلب مني تقريبا 15 هديه الى 25 هديه. عشان؟ كانت عندنا مناسبه معينه ففيها هدايا. اي فطلبوا مني اني اغلف لهم هذه الهدايا. بعضها انجزتها وبعضها يعني اخفقت فيها، بس عادي يلا مشي الحال. في شيء قولي لي. كنت ابغى اعرف شيء غريب من طلب منها غير اللي طلبته غزل. غريب. طلبت مني قبل فتره قصيره واحده طلبت لزواج اخوها 12 صحن فخامه هذه. اوكي هذا الذهبي قصدك. ايوه اوكي. 12 صحن ب 600. اوكي هي هذه ايش ال ايش ال لحظه ايش هو ال 12 صحن؟ يعني ده قيمه الصحن ب 600 ولا انت بعد ما زينتي طلبتي فيه سعر الصحن؟ لا هي طلبت نفس الخامات. نفسها. نفس الخامات. 12 واحد. 12 بستمية. صحن ب 600. طبعا اكيد مستحيل يعني. نو واي. لانه واضح لانه هذا مش قشطه، هذا حديد. لو تكلمينا عن هذا العمل اللي سويتيه. والله هذا صدفه، بس سويته كذا صدفه، وهذا انعرض في العيد. في ايام العيد يعني نوضع على الطاوله وكذا وكذا، وكان اهلي كل ما شافوه كل من شافه على طول يناظره. اي لانه هو ملفت. طب وسميه في ممكن انك انت مثلا ما دام انه انت عندك الشغف بالتغليف وانك انت ما شاء الله شاطره في انك انت تنسقي الاشياء مع بعض، لانه هذا انا اشوفه فن. ما فكرت انك مثلا شويه تطلعي او تروحي لمجال ثاني، مثلا تبداي تشتغلي مثلا في تنسيق حفلات، في ترتيب حفلات، انك مثلا تجهزي صحون شوكليت، تجهزي زواج، فازات تتحط على الطاولات. اقول لك انطلبت مني انطلبت مني هالفتره، بس ما كانت هي الأولى. وكنت أسويها يعني أسوي الفازة بعدين أروحها. طب في رجال طلبوا منك تغلفي لهم هدايا لزوجاتهم ولا ما عندهم رجال سالفة في الموضوع ده؟ لا طلبوا مني. والله طب كويس يا جماعة. طيب في رجال بيهتموا بالتفاصيل. من جد أهم حاجة يعني بيقدموا هدايا، بس الله أعلم لمين. وسمية لو تقولي لي إيش هي أكثر الخامات اللي أنت تحبي إنك تستعمليها؟ هي القماش، الورد. مثلا اذا مسكت ورده حيه ما اصحى الا وانا اكلمها، يعني اللي بيشوفني بيقول مجنونه. لا طبعا لا، هذا يعني انا اشوف مبين عندها شغف، يعني اشوف فيها روح. صحيح. اشوف فيها انها شخصيتي. حلو. يعني ممكن مثلا لو انا جيت طلبت منك قلت لك ابغى هديه بورد طبيعي، ممكن توفري لي وتجهزي لي هي؟ اي طبعا. طب كيف اتواصل معك؟ السوشيال ميديا اكيد خدمتك ساعدتك، بتواصل معك عن طريق واتس، سناب، انستغرام، دي الاشياء؟ عن طريق الانستغرام، عن طريق المراسله الخاصه او في خليني اسالك. طبعا هو احنا الانستغرام حق وسميه ظاهر على الشاشه. وسميه كذا اخيرا وليس اخرا معك، ايش طموحك؟ ايش تبغى تصير بعدين؟ اكيد شركه تغليف هدايا. لا انا طموحي ابعد، طموحي لتصميم ديكور داخلي، لذلك بلتحق بمعهد ان شاء الله. وسميه طبعا احنا نتمنى لك كل التوفيق وشكرا لوجودك معنا. العفو فخور لكم. مشاهدينا فاصل وراجعين. مشاهدينا ونطلع لفقرة غالية سولوشن ونشوف ايش اهم الاكسسوارات وكيف ممكن نختارها في هذا التقرير. We'll be right back.
الاكسسوارز مره حلوه وتضيف مره على الاوتفيت حقنا. اهم شيء انه نعرف كيف نختار اي اكسسوار على اي فيس شيب. في ناس ما يعرفوا انه كل فيس شيب مره يختلف وكيف يلبقوا على الاكسسوار حقه. احنا اليوم حنتكلم على الاوفل فيس شيب وعلى الهارت وعلى الراوند. كل اللي عنده الاوفل فيس شيب اللي هو الفيس شيب البيضاوي يقدر يلبس حلقان شكلها زي الشاندلير، تكون صغيره من فوق وكبيره من تحت عشان تدي يور فيس فوليوم وكمان تخلي شكلك مره راقي. زي هذا الحلق مثلا كده تقدري تلبسيه. يعني لو انت عندك اوفل فيس هنا يديكي يعني مساحه انك حتى ضحكتك كثير تبان من الحلق نفسه. ومثال ثاني زي هذا الحلق اللي لو لبستيه يكون صغير من فوق وكبير من تحت ويعبي لك المساحة بين الحلق والجولاين. لكل اللي عنده تدويرة الوجه الراوند يقدر يلبس حلقان طويلة مثلا زي ده الحلق عشان يطول له المدى حق وجهه وما يصير شكل وجهه مرة دائرة. أما الحلق الدائري اللي يكون زي كده فالمفروض اللي وجههم راوند يحاولوا يبعدوا عنه قد ما يقدروا لأنه ما يطلع شكله مرة جذاب لو الوجه دائري وكمان الحلق دائري. الراوند فيس كمان يقدر يلبس شيء مرة حلو اللي هي الحلقان على الأشكال الهندسية، ودحين كمان مرة طالعة تريندي وموضة. اما الهارت شيب فيس اللي يكون التشيك بونز حقته مره اكبر من التشين والتشين يكون مره صغير، فيحاولوا يختاروا حلق يكون زي كده شكله، يكون ما هو اطول من التشين او يكون على شكل الدمعه زي هذا الحلق مثلا، يكون على شكل الدمعه عشان مره شكل ويحاولوا يبعدوا تماما عن الحلقان اللي تكون اطول بكثير من التشين حقهم زي كده. الرقبة العريضة يلبق لها اللايرز والسلاسل الطويلة زي كده. لو حطيتوا هذه السلسلة وحطيتوا عليها سلاسل زيادة برضو تكون مرة حلوة. ليه حلوة السلاسل الطويلة عليها؟ عشان ما يصير التركيز على الرقبة نفسها. لو تبغوا تلبسوا the latest trends وتبغوا تحطوا الشوكرز تقدروا تحطوا الشوكر مع اللايرز. أما الرقبة الرفيعة فيلق لها الأشياء تكون قريبة منها يا صغيرة يا كبيرة. مثلا زي كده هذه سلسله كبيره تليق للرقبه الرفيعه او تكون السلسله صغيره زي كده. هذه مره صغيره غاد بس برضه حتبان على الرقبه الرفيعه. وكمان الليتست ترند مره تلبق عليها زي التشوكرز الملونه او التشوكرز اللي بالوان ميتاليك. اما اللي يحبوا الخواتم فعندي ليكم كذا تيب. اللي أيدي كبيرة يقدر يلبس خواتم كبيرة عشان توازي شكل الإيد. أما اللي أيدي صغيرة فيحاول يلاقي خواتم ناعمة وعلى قد حجم إيده عشان ما تخبي على إيده. بس في الترند الجديد اللي عندكم ليرينج للخواتم زي كده. أنا أحس في نظري يليق على كل الأيادي الكبيرة والصغيرة. ونصيحتي ليكم لو عندكم تري زي كده دائما نظموا فيه الاكسسوارات حقتكم، يكون الذهبي مع الذهبي والفضي مع الفضي والاحجار مع بعض. ولو ما عندكم زي كده برضه فرقوا الاشياء عن بعض. وكمان never over accessorize. وكاميرا سيدتي تلتقي صاحبة مشروع حياة أورغانيك سارة الرحيمي في حاضنة الأعمال بيادر في المنطقة الشرقية. اسمي سارة الرحيمي، مشروعي اسمه حياة أورغانيكس. بدأ من تقريباً 3 سنوات
طبعا ما كان هذا مجالي ابدا. انا تخرجت كمبيوتر ساينس من جامعه امريكيه في الشارقه واشتغلت مع ارامكو، وبعدين تركت ارامكو واشتغلت مع شركه المواهب الوطنيه. بعدين انتقل عمل زوجي من الخبر الى الرياض، ومن الرياض الى جده الى كاوست. طول هالفتره هي تقريبا 7 سنين 8 سنين كنت يعني بس اعتني بالاولاد، احاول اشغل نفسي، كان عندي ميول مختلفه، كان منها تزيين الكيك، كان منها رياضه، بس يعني دائما كنت احاول اشغل نفسي. وكان بادي معايا اهتمام في الاورجانكس، المكونات العضويه، المكونات اللي قاعده استخدمها في المنتجات، المكونات الموجوده في المنتجات اللي بستخدمها على اطفالي. فكنت دائما اقرا الليبلز اللي ورا المنتجات، اعرف ايش فيها، واهتم اني ادور على اورجانيك برودكت. صحباتي شجعوني انه اذا انت عندك ميول في الاورجانيك ابداي مشروع. وفعلا المنتورز هناك المعلمين شجعوني انه طيب اوكي يعني عندك هالفكره ابداي فيها. طب ما اعرف كيف يعني ما في تخصصي، بس لا بير عليك انت تعرفي، قارئ المكونات، تعرفي ايش تحبي، تعرفي ايش ما لازم يكون في المنتجات، ابداي. ما عندي أي خلفية عن صناعة الصابون، بس رحت على اليوتيوب وشفت كيف صناعة الصابون، قرأت كثير ودورت كثير يعني على اليوتيوب وعلى البلوجز وعلى كل الموجود، وتشجعت وعملت صابونة جبتها معايا. وطبعا كانوا يعني مرة فرحوا فيها ومرة شجعوني، وكان يعني كانت يعني كان يوم ما أنساه قديش يعني فرحوا فيها وأنا تشجعت، لأنك مرة صعب توري أحد حاجة أنت مصنعها بنفسك، خاصة لما تكون أنت ليك فترة يعني 7 سنين 8 سنين أنا ما عملت شيء أوريه للناس غير كانت تربية أولادي. من سنة تقريبا اكتشفت يعني قررت إنه ما ينفع إنه أنا ما عندي تخصص، أنت درست كمبيوتر ساينس يعني ما له أي علاقة بصناعة منتجات التجميل ولا الكوزمتكس بمجالي، وحابة إنه يكون لا يعني أدخل في المنتجات وأنا واثقة منها وعارفة مكوناتها مدروسة صح. فدرست أونلاين شهادة Organic Skincare Formulation، يعني بالضبط اللي أنا متخصصة فيه الآن كعمل، إنه ما أستخدم إلا مكونات أورجانيك ما فيها أي مواد ضارة. معروف في منتجات في مكونات معروف انها ضاره، في دراسات عليها، في كثير ناس يتكلموا عليها على الانترنت، انه حاولوا يا ناس يا امهات ما تستخدم المنتجات اللي فيها هذه المكونات. فما استخدم الا المكونات الاورجانيك، الزيوت، الشموع، انواع الزبدات مثل زبده المانجا والكاكاو والشيا، نجيبها من امريكا كلها سيرتيفايد اورجانيك، وحتى الزيوت، الزيوت الروائح اللي نستخدمها كلها روائح عطرية مستخلصة من النباتات ومستخلصة من الأزهار، ما نستخدم أي روائح اصطناعية، لأن كل رائحة يعني ممكن تتاخذ ريحة اللافندر اللي كل يعرفها، ممكن تكون طبيعية وأورجانيك أو ممكن تكون مصنعة كيميائيا. التصنيع الكيميائي هذا ممكن لا يقل عن 200 رائحة كيميائية أو مكون كيميائي، هذا مرة يضر في الصحة، مرة يضر على تركيزنا، مرة يضر على التنفس عندنا. فتخيل كمان إحنا كبار اللي ممكن نتحسس، كيف الصغار؟ لسه ما صارت ماركة مسجلة. هذه من أحد التحديات اللي عندنا، بدأنا فيها وبعدين نسيت أكمل فتلغى البروسس الأولاني، ويعني بنحاول مع وزارة التجارة إنه نرجع نكمل من النقطة اللي وقفنا عندها مش من أول وجديد، بس إن شاء الله تصير ماركة مسجلة وتصير توصل للعالمية وتوصل يعني إنه من جد فعلا كل عائلة يكون عندها على الأقل منتج واحد من حياة أورجانيك تستخدمه في البيت. رسالة أخيرة إنه لو فعلاً أنت بتعملوا حاجة بتحبوها لا تيأسوا، كملوا. تيجي أيام تكونوا مرة مبسوطين، تيجي أيام مرة محبطين، بس دوروا على الأشخاص اللي يشجعوكم.
طبعا جميل المشروع اللي قامت فيه سارة اللي هو حياة أورجانيك، كل التوفيق لها. اكيد طبعا المشروع ده كل البنات متحمسين عليه لانه بشرة طبعاً. ونايب البشرة يعني والأشياء دي، ونتمنى أنه فعلاً ماركتها تتوثق وتوصل للعالمية. أكيد مهارسها شيء، إن شاء الله كل التوفيق لها. بالضبط. ونروح في جولة لأبرز الأخبار العالمية. Git bu evden. Git bu evden. Yeter. Yeter. Git çabuk. İstemiyorum artık seni. İstemiyorum. İstemiyorum. Ne oluyor ya? أخبار رائعة صراحة. مشاهدينا نطلع فاصل. تروح وترجع بالسلامة يا تستاذ، ويجعل في وشك وحرم وحنكة سكرة يا رب. إلهي وانت جاي يفتح لك الأبواب المقفولة يا تستعجل ويغنمك السلامة يا رب. إيه مش عايزة حاجة من بورسعيد؟ عايزة سلامتك يا تستعجل. مش عايز واحدة منكم ضفرها يبان ها؟ ولا أثمر الشباك؟ اللي تشوفه بابا. أمرك يا بابا. حاضر ونعم. صفات الزوجة المطيعة بالنسبة لكل رجل، حيث يشعر بعد سماعها أنه ملك وسلطان متربع على عرشه يسعى الجميع لإرضائه. لكن ما هي حدود تعطي الزوجة لزوجها، وكيف يؤثر ذلك على شخصيتها وعلى صورتها كسيدة مستقلة عصرية ومتحررة؟ تعطي الزوجة لزوجها ما بين المعقول والمبالغة. أرحب بضيفتي في الاستديو دهى العبد الله، أخصائية اجتماعية. أهلا وسهلا. حياك الله. من العنوان قولي لي متى تكون حدود طاعة الزوج معقولة؟ أصلا ضحى يا جماعة، يعني أنا أحب أقول لكم من أول ما خشت إيش الموضوع الحساس ده؟ صراحة حساس. ليه؟ يعني كل المحاور فيه حساس. طب يعني هي طيب نقول ايش هي حدود طاعة الزوج؟ اكيد يعني في احنا عندنا يحكمنا شريعة، اول شيء الشريعة، اذا ما في شيء يعني في يعني يخالف الشريعة ما في مشكلة. هذه يعني من ناحية الشريعة، يعني بناخذها من العادات الاجتماعية، خلينا ناخذها من هذا العرف والتقاليد والاشياء اللي احنا نشأنا عليها، وقد تكون في اشياء كثيرة غلط. في اشياء، في برمجات احنا تبرمجنا عليها من احنا صغار، انه رجلك جنة تكون نارك، ويعني موتي وراه واي شيء. ولو امرت المراه ان تسجد لغير الله لامرت ان تسجد لزوجها، يعني احاديث يعني مشكوك فيها وكذا. انا ما بس انه هي الحياه مره بسيطه يعني دائما كل شيء ابسطه. هو هي الزواج شركه، طيب هم اثنين شركاء يبغوا يتعاونوا حيعيشوا احلى حياه، يبغوا يسووا حرب حيخربوا الدنيا. طب كيف يحققوا هذه الموازنه ما بين التنازل؟ يعني صراحه هي هو الطرفين لازم يعني لازم دائما غض البصر والتغافل، يعني التغافل ترى نعمه كبيره. غض البصر عن ايه بس عشان نوضح؟ غض البصر عن مشاكل بعض صح؟ اثنينهم يعني بقول لك شيء، يعني لو انت بتدققين او هو بيدقق كلكم يعني هي مركب واحده، انت او انت هو خرمها حتغرق. صحيح. طب حتغرق فيكم بالعيال. طب متى تصير مبالغه؟ مبالغه يعني في بعض الناس متسلطين، يمنعها مثلا من روحه اهلها، يمنعها من الاشياء، حتى بعضهم من روحه المستشفى اذا كان شيء يخالف الـ يعني الانسان، يعني الظروف الانسانيه، يعني ما يخلي يعني
حتى رحت المستشفى بالحسرة، أهلها مدري مين، التليفون، الجوال. هذا ما صار زوج أستاذ ضحى، هذا صار سجن وسجان وما يعني تقدر تطلع إلا بإذن. أي هو بعضهم كذا وبعضهم كذا، يعني لا ضرر ولا ضرر. هل الطاعة اللي الزوجة بتطيع لزوجها في هذه الحالة بتحولها إنسانة مسكينة ومكسورة جناح؟ طبعا يعني في أشياء، يعني مثلا تخيل أنت بتروحي بيت أهلك لازم كل مرة تستأذن ولازم مدري إيش، يعني هي الحياة تعاون. أنا بروح بيت أهلي يعني خلاص إيش في تحصيل حاصل. بس أنا طالعة اليوم تكون متفقة معانا مثلا اليوم الفلاني أنا رايحة عند أهلي مثلا يوم في الأسبوع، خلاص تروح، مو لازم كل ما تبجي بتروح ألو أنا أبغى أروح عند أهلي، ألو أنا اليوم عند أهلي، ألو ترى أنا بكرة عند أهلي. طيب احنا كمان بنعرف انه الزوج طيب احنا كمان نعرف انه الزوج يعني بحكم انه هو الزوج، هو رب الأسرة، هو قائد المركبة والأشياء هذه كلها. يعني بنشوف انه في كثير من الأزواج، احنا ما نحب انه احنا نعمم، لكن خلينا نقول الأزواج اللي بيستغلوا هذا النوع من السلطة، فبالتالي يحاول قد ما يقدر انه هو يستغل موضوع طاعة الزوجة. كيف تشوفي هذا الموضوع؟ مشكلة، لأن الحين الزوجة ما هي بس زوجة، الزوجة هي أم وهي نص المجتمع، ثلاث أرباع يعني وجه المجتمع كله يعني. الأم هي اللي تربي، هي أمك، أختك، تربي، تسوي، تشيل، تحط. فإذا هو يعني بصير في خلل حتى في شخصيات الأولاد. صحيح. يعني بتأثري أنت، مو بس أنت بتمسح شخصيتها، هي كيف بتعطي أولادها الثقة، هي كيف بتربي بناتها، هي كيف بتربي أولادها وهي مقموعة لهالدرجة. كل شيء بالتوازن. يعني بعض الرجال مثلا يقعد مثلا يسمعها كلام مو حلو قدام الاولاد، ما انت لما الاحترام ينكسر بين الام خاصه قدام الاولاد، ما هم حيعيدوا نفس الشيء وبكره حيعيدوا لك نفس صح. الكلام صح. يعني هم صغار بيخافوا منك، بكره اذا كبروا صاروا اطول منك ايش تتوقع منهم؟ تتوقع ليش في بعض الازواج يتعاملوا مع المراه ان هي ناقصه اهليه، انه لازم انا يعني مو بس اخاف عليها، لا انا تحكمت فيها بزياده. بعضهم برمجات، بعضهم ثقه بالنفس، ترى يعني في فئه، يعني في احنا في بيننا ناس كمان عايشين صح. فيهم بارانويا، مرض نفسي يعني اللي دائما انت ما تفهمي ما تقدري ما تقدري ما تفهمي، غبية، ما تعرفين تتصرفين، أي مشكلة ما تغرق الشبر. أنت إيش بك؟ أنت مش على بعضك النهاردة. ليه؟ بالعكس. من شعر الموضوع. لا لا شوفي، يعني الموضوع ترى مو سهل، عرفتي ايه؟ كيف؟ صح. هي والله العظيم هي هو شركة يعني لازم اثنينهم. بعدين إحنا عندنا المشكلة، يعني تعرفون إحنا الحين في مرحلة انتقالية في المجتمع. أكيد. أوكي. نعم. انا لا انه الوحده يعني تضرب كل شيء بعرض الحائط، ولا انه لا افراط ولا تفريط. طيب ما هذا هو كان السؤال الثاني لك، انه ضحى دحين انت زي ما انك شايفه احنا في مجتمع، او خلينا نقول مجتمع بدا يصير عنده وعي اكبر، المراه صار لها دور اكبر بكثير من اول، هي المراه من اول لها دور طبعا، بالعكس لكن كان لها دور كبير، بس الحين بان فتره معينه، بس فتره هذه ما ادري ايش اسميها، يعني هم يسمونها الصح وانا اسميها بالعكس، عرفتي كيف؟ غفوه. كانت بالعكس المراه، ايش فيكم زمان الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تطلع تحارب وتسوي وتشيل وتحط وتروح، كان لها دور كبير، بعدين فجاه بس كان في فتره غفوه، بعدين الحين رجعت المراه لمكانتها الطبيعيه، عرفتي كيف؟ اوكي. في ظل هذه التغيرات كنا لنا دور كبير، فجأة أصبنا بالغفوة زي ما بتقولي، وبعدين رجعنا مرة ثانية، صار عندنا الوعي وصار عندنا التزمنا بمعنى أصح بأدوارنا في المجتمع. ليه يعني تتوقعي أنه مثلا في هذا الوقت هيصير مسموح؟ يعني مثلا أنه أنت تجي تقولي لا ما في شغل، تجي تقولي لا ما في خرجة، عندي تغطية مثلا، يعني لا ما في تغطية. شوفي بقولك شيء، هي اتفاق بينهم اوكي. يعني انت الحين مثلا انت مع زوجك عندكم اولاد، حتقعدوا طول الوقت تتخانقوا، حتقولوا طالعه غصبا عنك، حتصفق الباب، حيقعد هو ينجن على الاولاد، والحياه كذا يعني حتمشي ما يصلح. هي لازم اتفاق بينكم. انت انا ما بكلمك على نفسي، بكلمك بشكل عام. لا توجهي لي الكلام لو سمحتي. انا اقول بين اي اثنين صحيح، اذا الوحده يعني قاعد تتعاند وهو يعاند ما حتزبط الامور، لازم يتنازلوا ويمشوا. يمكن طب اوكي، خلينا ناخذ الموضوع بطريقه ثانيه. في مثلا كثير بنات مقبلات على الزواج، بتكون مثلا اتزوجت او انطلبت للزواج في سن الدراسه، فتلاقي ابوها اول شرط يحطه لزوجها انه تكمل دراستها. هل الابو بيشترط في دي الحاله على زوج بنته ان هي تكمل دراستها، لانه هو اوريدي عنده عقده انه انا ما خليت زوجتي تكمل الدراسه، ما انا ما ابغى الموضوع ده يمشي على بنتي، فانا اشترط على زوج بنتي من البدايه ان هي تكمل دراستها. يعني هو كان خايف الشيء ده يصير في بنته، فقام حطه شرط من شروط عقد الزواج.
وهو خايف. بس انا لحد الحين انا بقول لك شيء، انا احس هذه الشروط، انا ممكن الرجال بعد ما يتزوج يقول له يلا ماني مخليك تكملي دراستك، اعلم مخليك تكملي. لا لا طيب حتى لو يقدر يقول لك ما راح تكملي، اذا ما ابغاك تسوي كذا ما ابغاك تسوي كذا. انا بسالكم بشكل عام. لا هي النقطه نرجع لهذه، يعني انت الحين لما تبغى تتزوج واحده ليش المشاكل؟ انت ما تبغاها تكون دارسه، اختار واحده ما تبغى تدرس صح. وما لها خلق على الدراسه وتبغى تنام في الصباح. يعني انا دائما اقول زي واحد يروح ياخذ طبيبه مسكينه ودارسه استشاريه ما ادري ايش، يقول لا والله ما تنامي برا البيت، لا ما تروحي مناوبات. طب هي مسكينه تعبانه ولها سنين تدرس ولها صحيح. سنين يعني تجي انت كذا فجاه تقول انا ابغى واحده لا ما ابغاك تنامي برا البيت، لا ما ابغاك تمسكي شفتات، لا ما ابغاك مناوبه. ما يصير. معناته احنا تكلمنا عن الطاعه في حدود المعقول، انه مثلا يعني تطيعه. انت تبغى واحده في هذا الطباع، خذ واحده نفس هذه الطينه صحيح. نفس هذه البيئه، مو تجي تاخذ واحده من بيئه تغيرها تبي تغيرها، لا هي تغيرك ولا انت تغيرها. ما هو ممكن يا ضحى زي كذا لما يشوف انه هو مثلا قدر يغير المراه بالشكل ده، انه اوه انت رجل وانت كلمتك مسموعه، وشوفوا كيف انا جلستها في البيت وما خليتها تشتغل، فهو ممكن ياخذها من مبدأ انه ترى انا سبع السباع جلستها في البيت، هذا دليل على انه عنده نقص. عنده نقص ايوه عنده نقص. بس انت ايش قاعد تسوي؟ انت ايش قاعد تسوي؟ هي حتنكد عليك وحت يعني انت ما حتنبسط، يعني هي في النهايه نسبه وتناسب صحيح. انت حتخليها سعيده بتخليك سعيد، والعكس نكدت عليها حتنكد عليك. حتنكد عليك صح. مكملين حتنكدوا على الاولاد مساكين. مكملين معك ضحى عبد الله، لكن مشاهدينا نروح فاصل ونرجع لكم من جديد. رجعنا مشاهدينا مكملين مع الأخصائية الاجتماعية أسرة ضحى. طيب كنا بنقول نتكلم عن الطاعة العمياء والطاعة مثلا خلينا نقول في حدود المعقول والمبالغة من الزوج للزوجة. شوف أنا أقول لك حاجة، كلنا متربيين وخصوصا مجتمعنا احنا بحكم انه احنا دولة امي اصلا موتي يعني ايوه موتي. صح يعني كلنا متربين على هذا، زوجك تسمعي كلامه عرفتي والزوج شيء ثاني بشكل عام اصلا، حتى مو شرط يكون الزوج، جيب عيال وثبتي بالعيال، لا هو ولد عرفتي، هو اخوك، لا هو انت سوي، هو جالس يرتاح تعبان كم بيعمل كم بيسوي، حتى كذا من احنا صغار اخوك ابوك يعني حتى الحلال والحرام على فكره بالضبط يعني. حتى الحلال والحرام صارت فيه اشياء كثير يتغاضوا يعني عن الولد يعني انه يعني ايش في شيء العيبه يعني إيش عيبه في جيبه يعني ايش يعني. هم كيف يقولوا انا ما لي شغل، واذا كان عيبه ما في فلوس يقول لك ما يعيبه شيء، ما يعيبه يعني المهم ما فيش عيب، احنا كلنا احنا الغلطانين يا ستي. طيب احنا متربين على هذه النقطه، لكن وكلنا مع يعني هي صادقه ضحى لما قالت انه هذه نقطه حساسه او موضوع فعلا حساس كمجتمع احنا اساسا، خاصه فتره انتقاليه وفي هذه الفتره بالذات ما نقدر انه فجاه نقول لا خلاص ما اسمع كلامك لا مدري، ما يصح هذا الكلام، في اشياء لازم نمشي عليها وفي قوانين، حتى لو مثلا نبغى نطيع في حدود المعقول نبغى نطيع في حدود المعقول، لكن كيف نقدر نوصل للرجل انه احنا في وقت غير الوقت الدنيا اختلفت، لما تجي تأمر إن أردت أن تطاع فاطلب بالمستطاع. فاطلب بالمستطاع. تفضل يا أستاذة. أنا عندي قاعدة في الحياة تقولك أنه كل رجل انعكاسك أنت يعني أنا في مرحلة قبل كان انعكاسي شيء ثاني الشخصية، أنا الحين تغيرت هو بيتغير معاي، إحنا حندخل معاه بالطرق غير مباشرة، يعني ما تجي الرجل ما يحب أحد يصحح له أكله، ترى ما يحب أبداً حتى لو ضاع لا تقولي له لف يمين لف يسار دور جوجل، خليه يتنرفز خليه ضايع صح. ساعة ساعتين ما عندك مشكلة، هم كذا. هذا الموقف صار معي أمس يا ضحى يعني على المقاطعة، بس حبيت أقول لك المداخلة صار معي أمس والله قاعد أكتب مالي شغل شيء، ما خلص مالك دخل أي شيء، خلاص هو خليه هو يتصرف. فأنت يعني بطرق غير مباشرة عرفتي كيف؟ إنه أنا بطلع بشتغل بوري بيئة العمل، وهل يعني أنا نفسي أنا الحين دائما أقول لهم كل بيئات العمل نفس الشيء، المدرسة نفس الطبيبة نفس كل المهن نفس الشيء. طب ضحى هل توافقين الرأي في هذه المقولة، يعني عذرا سيداتي إن شاء الله ما يزعجكم الكلام، أنه الرجل كائن لطيف
يعني لما تيجي تقولي له شوفي الضحكه، لما تيجي تقولي له مثلا انه انا ابغى اشتغل، خلصت والله الجامعه او الماجستير وحابه اكمل، ما حيجي، ما اتوقع حيجي يقول لك لا ما في يتضارب معك، لكن انت دخلتك يعني اسلوبك انت في الاقناع يختلف. يعني لما تيجي في وقت صح وتطلبي باسلوب صح ما حيجي والله يصرخ ويقول لا ما لا. انت بتسالي ولا بتقترحي؟ سوري معلش اسفه استاذه ضحى، انا بقول يعني ايش رايك في الناس اللي كده؟ لانه في ناس على حسب شخصيه الرجل. بالضبط على حسب شخصيه الرجل، بعضهم مستحيل يوافق. ليه يا استاذه ضحى؟ الانانيه هذه، او ممكن يكون احساس بالنقص. يعني انت مثلا معك بكالوريوس وزوجتك حيكون معاه ماستر ولا دكتوراه، لا والله ما تكمل دراستك، انا معي بكالوريوس وانت معك ماجستير ودكتوراه، والاولاد ومين حيمسكهم ويحط ويبدا يحط الله. بالضبط، يعني هو ينسى انه هو قاعد يكبر زوجته وانهم يكبرون مع بعض في الحياه. انت لما بتبني اساس البيت بتبنيه من تحت مو من فوق، فلما تبني اساس قوي وصحيح العماره هذه حتكون فظيعه، يعني حتكون متينه، مهما جاء زلازل مهما صار بينهم مشاكل حيكون غير. هو لما يربيها على الثقه بالنفس، انا اربي زوجتي انه انا والله وين ما رحتي انا واثقه فيكي، اربي زوجتي ضحى يعني اعود زوجتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شوفي هم بيربوا بعض، ولا المره كمان قويه، ما هي سهله كمان معليش، حتى المره ما هي سهله. صحيح انا اتفق معك، انا احب هنيك يعني انا اقول هم الاثنين بيربوا بعض وبيمشوا حياتهم. شايفه هي غمضوا شويه، غمضوا شويه. طب احنا كيف ممكن نكسر هذا الموروث اللي هو تربى مش تربى، المراه تعود على الطاعة العمياء؟ كيف ممكن أنا أقدر أكسر هذا الموروث؟ شوي شوي، دائما أقول لك بكل شيء بالتدرج. يعني أنت مثلا لو كان مثلا مثلا خلينا نضرب مثال، شعرك لهنا وجيتي قصتي لهنا الناس بتنفجأ، يعني درجوا شوية كذا كذا شوية شوية. صح. يعني مرة هذه بطلع، المرة هذه كذا، المرة هذه يعني كذا بسوي شيء بس بشوف رد. يا ضحى على سيرة الشعر، ده في رجال يتحكموا في زوج، يتحكموا في زوجاتهم، لا ما تقصي شعرك، لا ما تغيري لونه، لا ما تحطي عدسات، لا ما تعملي. حتى بعض الأهل يقول ما تتزوجين، ما تقصين شعرك ما تتزوجين، ما تسافرين ما تتزوجين، يا حياتي يا حرام مسكينة. أنا مقتنعة تماما، وأكيد طبعا حتى أستاذة ضحى تتفق معي، حسيت كده من كلامها. معلش إحنا لما نبغى شيء بنقدر نوصل له. إيه بنقدر نوصل. من كان له حيلة فليحتال، والحوار بنصلف كده الناس. لا بس معلش نقدر في الآخر نوصل. مرة ما شاء الله ظنت على شيء ما شاء الله. هو في الأخير يا جماعة أنا أعتقد أنه اتفاق. اتفاق. الحين الأهل بدأوا يتغيرون. يعني حتى الحين الأهل ما عاد يرضون على بنتهم زي أول. يعني أول كان مهما يسوي زوجك معليش أصبري بيتغير. الحين بيقولوا لا 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 لحظة قم تجيبين عيال قم تورطين. طب مو حتى دحين الرجل تغير؟ يعني إحنا يعني كل الدنيا بتتغير، ما جت على الرجال يعني كمان الرجال أكيد بيتغير. كأن اللطيف الجميل قاعد أحاول ألطف يعني. الكيوت. لا صدق يعني ما تحسي كمان حتى الشباب الحين صار عندهم وعي، صار عندهم ثقافة. أصلاً يجيكي كثير شباب. الحين يدور متزوج متوظفة عشان تشيل معه يعني. بالضبط. طيب هذا شيء كويس يعني، هذا شيء يعني تاتا تاتا مع بعض، هم الاثنين يبنوا الزواج هو بيت. طيب فهو يحط طوبة وهي تحط طوبة، اثنين ثلاثة أربعة عشان تنبسطي، عرفتي زي كده. هو بالنهاية ما أكرمهن إلا كريم، وما يعني أهانهن إلا لئيم. هو إيش طالع من البيئة؟ أي بيئة طالع منها؟ صحيح. وبعدين تذكروا، انا بدي اقول كلمه للمجتمع، انه تذكر انت يعني زي ما انتم حيتسووا بناتكم، يعني هي في شيء بيدور، انت اللي حتسوي حيرجع لك. بالضبط. انت اللي حتسوي حتسوي بنات الناس حترجع لك في خواتك وفي اهلك. يعني هي الدنيا كيف يعني، انت على حسب سلف انت ودين. صوتك انت بتعليه بيرجع الصدى. انت بتسوي شيء حيرجع لك نفس الشيء. انا اشوف يا ضحى واعتقد ان انت توافقني الراي، انه الدنيا تغيرت وما صار في احد زي كذا الا قليل جدا، الا ناس يعني قليله جدا، وهذول الناس ممكن انه بسبب زي ما قلتي انت تربيه الاساس. انت ايش في بعضهم عادات وتقاليد مستحيل يتنازلون عنها، بس ان شاء الله شوي شوي. عادات وتقاليد هي تلعب دور يعني تتوقعي في ال اكيد اكيد الاعراف ترى لها قوه يعني اقوى. صحيح. من القوى الدينيه بعض المجتمعات. صحيح. يعني بعض البيئات اقوى من هذه، ما في يعني ما في لعب، عندهم عادات وتقاليد. يعني مثلا شوفت السنة عندنا مثلا مشروعة شرعا، يجي يقول لك لا ما تشوفها، حتى لو ما تشوفها تاخذها كذا. يعني للحين في ناس متمسكة بهذه الاشياء. بس يعني طبعا نسبتهم اقل الحين من اول. طب هذول الناس القليله ويعني السيدات اللي من نفس هذه الفئه من التفكير في المجتمع، تعتقدي انه مثلا كمان السيده بتلعب دور؟ يعني انت اللي سامحت له انه هو. ايوه انت يعني اللي سامحت له. بالضبط. ما انا قلت لك انا كل فتره من عمرك انت كان لك شخصيه،
وانت سمحتي، انت اللي اعطيتي مفاتيح، انت اللي وافقتي. لا تاشري تناظري هنا. اي خليكي معايا. احنا اللي سمحنا، يعني احنا اللي خلينا شلنا الحدود، حتى مع اهلك، حتى مع خواتك، حتى في العمل لازم في حدود. هذا انا رايي الحين، انا بعد تجاربي في الحياه اقول لازم في حدود. لازم انا ما يعني مو انا يعني اعطي المفاتيح واعطي المفاتيح البيبان واوري من وين الاكزت ومن وين المدخل. صح صح، يعني تكوني قدامه مره كتاب مفتوح بزياده. أيوة لدرجه انه ايوه لازم لك انت في حياتك يعني اسرارك واشيائك في الحياه، ولازم ما في واحد يتعدى على الثاني، لا انت تعدي على اسراره ولا هو يتعدى على اسرارك. طب ممكن ضحى حكايه الطاعه مثلا، سيطره الرجل الشرقي في على المراه ممكن تكون مثلا بسبب غيرة أو بسبب قلة ثقة، فبالتالي مثلا لا ما تطلعي، لا ما تروحي، لا ما تيجي، أنا أخاف عليك، ياخذ من مبدأ أنه لا لا غيرة. هي يعني لأنه إحنا من زمان يعني المعتقدات والبرمجات اللي إحنا تبرمجنا عليها أنه أختك انتبه عليها، يعني إحنا عطيناها هذا التصاريح، عرفتي كيف؟ أختك لا تروح، لا تجي، لا تلبس بنطلون، لا تسوي لما يعني كذا طول الوقت، فهو قاعد يمارس. بس هو إذا لقى إنسانة واثقة من نفسها وعارفة إيش بتسوي وعارفة إيش بتعمل، فخلاص حيتغير الوضع شوي شوي بالتدريج. أكيد. يعني الحين العمل ما شاء الله، الحين الحريم كيف، وين وصلت وإيش صارت، مو زي أول. بالضبط. يعني أنت برأيك الضحى إنه المرأة هي التي بتعكس كل شيء على نفسها بسبب تصرفاتها. تصرفاتها أيوة، شوي شوي حيتغير. جميل. ضحى عبد الله أخصائية اجتماعية، شكرا جزيلا لتواجدك معنا في سيدتي. أهلا وسهلا. مشاهدينا فاصل ومكملين معكم بقية الفقرات. البيتزا، ومين فينا ما يحب البيتزا؟ معنا في الاستوديو خالد الحربي، مؤسس تون بيتزاريا. اهلا بك خالد. الله يحييك سلمك خالد. طب يعني انا اكيد كلامي معك حيكون مسترسل، لاني يعني انا اكثر فاست فود احبها البيتزا. جميل. وجدا استمتع لما اذوق بيتزا إيطالية. أكيد. مصنوعة على الحطب. أكيد، هذا أفضل طريقة لها طبعا. طيب أنت كيف بدأت معك فكرة ستون بيتزاريا؟ والله أنا بالنسبة لي موضوع البيتزا والشغف ذاك الإيطالي من فترة طويلة، من قبل حتى لأبدأ مشروع الفوتراك، هي تضاربت مع بعض حيث أني أنا محبتي ذاك الإيطالي وفكرة الفوتراك، قلت أبغاها تكون في الشيء اللي أنا أحبه وأعرفه عشان أقدر أتميز فيه. طيب طيب، ليش اخترت بيتزا الحطب تحديدا؟ ايش اللي يميزها؟ لان هي الطريقه الاساسيه والاصليه للبيتزا. بيتزا حطب صح. لا اذا اشرح لي اكثر ايش اللي يفرق ما بينات الاثنين. اللي يفرق بين الفاست فود العاديه والبيتزا الحطب هي مكوناتها. البيتزا الحطب دائما ما عجينتها تكون غير، تكون غير. ايوه. وطريقتها حتى تكون مختلفه، حتى كميتها وموادها تكون فريش، والمواد اللي تكون عليها برضه تكون فريش، ما تكون يعني فروزن وسيمي فروزن. طيب خالد، توافقني الرأي ان البيتزا تعطي شعور بالسعادة؟ اكيد. ليش؟ الوانها احمر اخضر ابيض. لا صدق يعني مو مثلا فعليا انا واحدة من الناس اللي لما اشوف بيتزا احس كذا في هابينس في الحياة واكل كذا، وفعليا لما تاكل بيتزا اساسا تديك شعور بالسعادة زي الشوكولات. فعلا انها كوجبة تعتبر مكملة، يعني فيها جميع الاصناف، وبغض النظر انا شخصيا رأيي الوانها هي دايم تاخذ حتى العلم الايطالي اخضر ابيض. طيب ايش اللي يميز بيتزا ستون بيتزاريا؟ يعني بنشوف مثلا في محلات بيتزا مرة كثير، في فود تراكس تعمل بيتزا مرة كثير، بس مثلا الاوريجانو عندك، الطماطم، الموتزاريلا تشيز، ايش اللي عندك مميز مو موجود في المحلات الثانية؟ الحمد لله انا شخصيا مكوناتي انا اشتريها بنفسي، واغلبها اللي انا اقدر اسويها اسويها بنفسي، مثل الريحان انا شخصيا ازرعه، والتوميتو صوص انا شخصيا اسويه دائما، والاوريجانو اللي موجود فيه بعد انا ما استخدم المجفف، انا شخصيا اجفف بنفسي واسويه بالصلصه حقتي. والله برافو عليه يا جماعه، بتقولوا الرجاجيل، شفتوا الرجاجيل طيبين وحلوين اهو. أيوة يعني بيزرع هو الاوريجانو بيسوي هو الصوص. الله يسخر لك يا ابني. يعني حتى الموزاريلا هذه انا شخصيا مسويها. طب جميل خالد، انا ابغى يعني تخش انت على الشغل واحنا نتكلم على سيرة الموزاريلا اللي انت بتسويها. انا من الناس اللي يتعبوا من القولون، فهل هذه كويسه بالنسبه لي؟
بالنسبة للعجينة ومشاكل القولون هي تجي من الجلوتين. الجلوتين هو البروتين اللي موجود في الدقيق. فالجلوتين هضمه يكون صعب شوية على المعدة. صعب يكون متعب. لكن العجينة هي تخمرت أكثر من يوم وراحت يومين ثلاثة الجلوتين يتكسر. حلو. أوكي. يعني هذا حاكل بيتزا من عندك وقولوني ما يتعب. أكيد. طيب. لا لازم أعرف أول شيء يشتغل. ثاني شيء أنت إيش دارس؟ عشان المعلومات الجميلة اللي عندك هذه. تمرين. ما شاء الله. أوكي ما شاء الله عليك جميل. طيب يعني في باشن يعني أنا حاسة في شغف وأنت بتتكلم كذا وأنت. في أنا الحمد لله يعني بالنسبة لي الأكل عندي هواية كبيرة فيه. ما أدري طلعت فيه فترة متأخرة يعني ما كان شيء موجود من زمان. طب خشفت كيف شفت متأخر. خلينا نشوف كيف. حمت يدها غزل الله يستر. كيف خالد يعمل البيتزا. طبعا احنا نسوي هاند ستريتش وضروري انها تكون هاند ستريتش بالنسبه لنا. ف الكرة العجين تنتفخ يكون داخلها غازات الهواء، فكون حريصين دائما ان ندف غازات الهواء على الاطراف بحيث انها تكون اوكي مسافه من الجوانب. انت عندك اكثر من نوع في الفوتراك؟ اي نعم عندنا 5 انواع. وفي اقبال كبير عليك الحمد لله. تحس الناس يعني بيتزتك لذيذة؟ جدا كان فوق اللي انا توقعته. يعني انت بتقول انه بيتزتك لذيذة؟ نعم. اكيد معنا هنا خبيرة بيتزا، واحدة ما تحب البيتزا، واحدة تعشق البيتزا، خلينا نشوف. اوكي يسوي حركات زي الايطاليان وكذا. تعرف ترفها فوق؟ ليش لا؟ لا بس مش اليوم يعني شوي. طب خالد بحكم انك انت يعني خبره في الاكل الايطالي وبتعمل بيتزا والبيتزا حقتك على الحطب، ما فكرت انه انت مثلا تطور من مشروعك وتدخل مثلا على مكرونات على سلطات؟ ولا موجود عندي في نفس في التراك عندنا موجود باستا عندنا تتسوى بالفرن. ايش نوع الباستا اللي عندك؟ موجود عندنا نغير بين كل اسبوع يعني تقريبا حسب نحط الصلصه ولا ايش حسب السيزون اللي احنا موجودين فيه. يعني في فتره يكون القرع متوفر مثلا فنسوي صوص بالقرع، نسوي صوص بالمشروم. انت من نوع الناس خالد اللي ما تحب تتكلم وانت تشتغل، انا لاحظت كذا. في ناس يعني تحب تركز في الشيء اللي تحبه خصوصا لما يكون بباشن. لا وعنده كمان نوع صوص شوف الالوان شوف الالوان مميز صوص. عند خالد اللي هو اورنج صوص، يعمل المكرونه بحاجه اسمها اورنج صوص. اورنج صوص هذا من اختراعي تقريبا، هو تقريبا صوص القرع. وطبعا فريش بتبيعها فريش المحلي. لا انا قصدي البيتزا. انا قاعد افكر في البيتزا. هذه هي الموزاريلا الفريش وهذه الموزاريلا المبشوره اللي موجوده في السوق بالعاده. هاي موزاريلا انا شخصيا سويتها. طب نعجل خالد عشان كذا نحط الموزاريلا. شو الوقت لسه تستوي وما نسيبك. مارغريتا او تقريبا ميكس تشيز. ليه حطيتها في المويه كنت؟ لان هذه مي من هي تتسوى بالمويه اصلا. لان بتحفظ داخل المويه. هذه مويه مالحه. ترى انا ما اعرف ان الموزاريلا المفروض تجي في المويه. هذه الموزاريلا فريش وهذه الموزاريلا مجففه. اوكي انا اعرف المجففه. المجففه هي اللي منتشره بالسوق لانها الاكثر مبيعا، ولكن الموزاريلا اساسا تكون. طب سؤال تقني بحت، يعني اتوقع اي ام في البيت ممكن تسال السؤال ده. ليش لما انا اجيب الموزاريلا عندي في البيت واعمل البيتزا الجبنه حقت البيتزا ما تمط معايا زي لما اشتري البيتزا من برا؟ جميل. بالنسبه للجبنه اللي تمط هاي تعتمد على نسبه الدهن. نسبه الدهن فيها قليله راح تمط. يعني هذه ممكن تروح مسافه متر عادي اللي هي البافلو موزاريلا او الفريش موزاريلا. الموزاريلا المبشوره تختلف، موجود في السوق يمكن 65% 45% في 30% تقريبا الاجود. طبعا احنا دحين شفنا يا خالد كيف الالوان عملت لنا اياها، بس مضطرين احنا نطلع فاصل، واثناء الفاصل احنا حندوق البيتزا. حناكل البيتزا. كن لا حالفة ما تقاللك في أي شيء، ليتك ترد لي بالله من قبل ما أسأل،
كيف سخر لك الله ميت فيك حي. العافية أيمن. طبعا مشاهدينا مع فقرة الطرب رجعنا للفن مع الفنان أيمن رياض. طبعا جاء هيت طربنا اليوم. الله يسعدك تشرف. أيمن وصل له أنه إحنا نحب الطرب وجاي اليوم عشان يطربنا. أيمن لو تحكيني كده من متى بدأت تغني؟ والله أنا بديت تقريبا من 5 إلى 6 سنين. من 5 إلى 6 سنين إيه فجأة اكتشفت أنه أنت بتغني ولا؟ والله فجأة يعني كذا يعني مع الممارسات لقيت نفسي بالمجال هذا يعني. حلو. فاستمريت أدرب نفسي وأحفظ وأتعلم ولين بديت أمشي في الحفلات والزواجات وكذا. جميل. إيه حلو الحمد لله. مين من الناس اللي تحب تغني لهم؟ والله راشد المرجل. يلا سمعنا راشد الماجر. يلا دعس. لا ربما لو هزك الشوق بتجين وتعاندين ظروف وقتك يا ترى. لا ربما بعد الغياب بتسألين ولا زماني ما على بالك طرى. أواه لو تدرين عن بعض الحنين والشوق لا منه تجبر وافترى. لربما لو هزك الشوق بتجين وتعاندين ظروف وقتك يا ترى. يا أيمن. الله يسلمك. يعني أنا كان يعني وأنت بتغني كده أبغى أسألك إيش رأيك في دحين الأغاني اللي مؤخراً قاعدين نسمعها ونشوف لها فيديو كليبات وبصراحة ما أنا أصح كمان ضاربة خليني أقول لك. والله أنا ما أقدر أحكم على الناس هذه ولكن تقريباً في أشياء للتسويق أكثر منها للطرب يعني. عفواً. في أشياء للتسويق أكثر ما أنها للطرب. انت تشوف يعني انه في ناس بس بيسووا كذا بس عشان يسوقوا لايه طيب؟ ما يسوق لنفسه يسوق الشيء الدارج صراحه الشيء الدارج ناس تمشي عليه اكيد عشان الشهره وعشان. طب انت لو ايمن عرض عليك انه انت تسوي فيديو كليب ايش الرساله اللي ممكن توصلها من خلال الفيديو كليب؟ ليه الضحكه؟ شكله انعرض عليك. والله ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. طب قبل ما اطلب منك تغني لنا اخر اغنيه ابغى اسالك ايمن ما في شركه تبنت موهبتك تبنت صوتك جهزوك حبوا يتعاملوا او يتعاونوا معك او انت ما عندك الرغبه؟ دائما نعرف انه في تضارب معرفة يعني تشرح لنا اياها. بالعكس والله لو في القى شركه صدق انها بتلعن وراح تدعمني اكيد اني راح اوافق ولكن حاليا ما اعرض علي عرض. طيب ان شاء الله باذن الله تكون سيدتي منصه ليك انك انت تنطلق من خلالها. طب اخيرا وليس اخرا رياض ابغاك تعطينا اغنيه الختام. أوكي. لكن اختم المشاهدين وارجع لك. أوكي. مشاهدينا بكذا وصلنا لختام فقراتنا لليوم نشوفكم بكره في نفس الموعد مع ايمن رياض. الله يسعدك. اكثر من اول احبك بس ما ابغى اقول اخاف لو قلت تتغلى علي مره. انا بصراحه احبك حبي مو معقول اكبر دليل الغلطي غيرتي مره. شف دمعتي لهفتي حتى العظيم